العيش العيش تعال. لو ما هنتيكيش مانع ابقى اجيب لك الحس كل يوم. ما عديش خش يا خش خش لك الخيله يا ست الكل. اللهم صل على النبي. حط عينك هناك. يلا هيبقى احلى صباح جميل لو انت تاخدي الحس من ايدي. خش حوش كتروا اللي ما بيتكلموش. هو انت كمان تعطلت عندك لغه الكلام؟ انا كده سحلان منك. انا حوض 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 ده ايه؟ سلطة من زلطه الطوبه يا قلبي لا تحزن. انا سلطه؟ انا سحلت منك. جيت في وقتك يا اخويا والنبي الحله ما فيها ولا رغيف. هو انت يا اخويا بقى بسلامتك بدل سفروت؟ انا عوض في صحتها يا ست الكل. باين عليك ابن حلال وطيب يا عوض. ربنا يخليك. هو في حاجه عدله تيجي من ورا المعلم؟ عيب يا بنت. لا هي في تيها عندها حق، بس انت لو واقي معايا ودي لي دماغك حبتين. دماغي رايقه قوي قوي يا ده العادي، وخصوصا من ناحيه المعلم بتاعك. انا مش بتاعك. هب على فين يا ام الخلاخيل؟ حوش حوش هيا رايحين يخفكوا شر الجايين. ما تاخذنيش، الحصان سمع رنة خلخالك. معذور. فين؟ في قرشين؟ لا في كلمة حلوة، في ابتسامة. انت هتغني يا راجل ولا ايه؟ انا اذنك مع الصلاة. ما تيجي حوش حوش. قصدي اوصلك. انا عارفه سكتك كويس. طب استناكي في الفرن وحجز لك انا العيش بنفسي. ما يلزمش، النهارده عندنا رز وسمك. يا بقى جاب عشان يبقى عيش ورز. بقول يا صابر. ايوه يا معلم. ما تاخد لك كاس عشان تنسى. انسى ايه يا معلم؟ تنسى اللي انا مش قادر انساه من خوفي عليك. قصدك ايه يا معلم؟ تفتكر يا صابر اخويا حكايتك القديمه دي يجي لها يوم وتنكشف؟ وطي صوتك يا معلم. انا خايف من ايه؟ هو السمك هيروح يبلغ عنك؟ محدش يعرف الحكايه دي غيرك انت لوحدك. وانا معقول اروح ابلغ عنك برضه يا صابر؟ ده انا ابقى خسيس، ده انت حته مني. ده انا حتى قررت ان احنا نقوي العلاقه اللي بينا وبين بعض قوي. يعني انا قررت اتجوز تاني مع صبر. البت دي استوت قوي واحنا قاعدين نمش. بقول لكم ايه؟ ما تيجي نهزمها على كازوزه. طب ازاي والتاكسي اعمل له عمره كده؟ طب انا هتصرف. ماشي. لا يابا لا، وان شاء الله حتى يتقلني بالذهب بردك. لا انا اتجوز ده غير الشهاوي، ده غير الشهاوي يابا. طيب يا بنتي انا عارفه بقى دي طالعه وشفار مين. ماله المعلم راجل وماله هدومه؟ قلنا يومين وتروح بيتها ونستريح. لزقت لي بغيرها وانا بقيت حاسه ان البيت ده مش بيتي ابدا. يا ستي ربنا يعدلها لها. منين يا حاصرة وهي بترفض النعمة؟ طب سيبك من الحكاية بتاعنا دي. اوعى كده الدنيا حر. ايه انما اقول لي يا عوض، انتوا بلدكوا ايه بالظبط؟ يا صابر يا صابر. ايوه معلم. يعني ما قلتليش يا صابر. يومين كده يا معلم لحد ما لاين عقل البنت. ما هي البناية لو عرفت اللي انا اعرفه عنك كانت وافقت على طول يا صابر. بس انا بقى ما احبش اتك على حد الا وقت اللزوم. فات الكتير يا معلم، ما بقاش الا القليل. حط عقلك في راسك يا صابر واعرف خلاصك يا ابو نسب.
الغراب جايب العيش كده ليه؟ محروق. ايش جاب الغراب لامه؟ ادي اللي بيجي لنا من المعلم داخل. حوش حوش، مالك يا واد اتخرست كده ليه؟ انا مش هخلص ولا اتكلم حلو قوي. طب اتكلم يا فصيح. اتكلم ازاي وانت مش مداني ليه حلو؟ ينينك. ضحكتني يا واد. طب اتكلم قول، يمكن تشيل شويه هم من على قلبي. ولا انا مش واد. واسمعي حبيبتي انت لما اقول لك بنت تكبرت لما بنتك على باب ستك. انت كان انت واد ولا ايه؟ هذا اللي كان ناقص، هذا اللي بيجينا من معلم النار. ما تعفلطنيش، تعفلطنيش وتجيب سيره المعلم ده قدامي. إذا كنت أنت بتقلعي قلاط، أنا بقلع 24 قلاط، وبقلع قلب، هيجي اليوم اللي خلص الناس من صلو. حوش حوش، بقى أنت يا أبو نص لسان، هتقف للمعلم داغر؟ اسمه غادر يا تامة، غادر، وألجوكي ما تقلقلنيش في الكلام أكتر من كده. غادر؟ أهي دي أحسن كلمة قلتها يا واد يا عوض من ساعة ما شرفت. شوف يا تامة، أنا عارف إن شكلي مش ولا بد، لكن كل اللي بتلقاه منك إنك تاخديني أخ. أنا مستعد أحارب الدنيا كلها علشانك، ما بقاش كتانيلا. الواد ده باين إنه وراه إن لا عجان ولا فران، واللي محيرني انه بنص لسان. كلكم مش جدعان. ايوه احنا اللي بنساعده على كده. واخر الليل نتلقح مهدودين، يعني نيجي المخروبه دي علشان نشرب البوظه وننسى اللي احنا فيه ونصبح ندور في الساقيه من جديد. عارفين ليه؟ لا علشان لا يا اخوانا، احنا لازم نفوق، لازم نصحى، لازم ندور على حقنا. بس انتوا مش هتقولوا لا. طب والعمل؟ الحكومه فتحت مخابز اليه، نحضر الطلبات ونروح نشتغل هناك. ايوه على الاقل في تامين ومعاش ومرتبات زي الناس. خلاص من بكره نقدم الطلبات. لا يا حمار، مش من بكره، احنا نستنى اليوم الخميس يا حمار علشان نقبض الجمعه بتاعتنا. كلكم كتانيلا. ممكن المخبز الالي يقول ان انا عيان، ما ينفعش، ما اقدرش ارجع للمعلم تاني. انا مش كان علي، انا مش مهم، لكن اخواتي البنات اقول لهم ايه؟ ضحيت بيكوا عشان الجدعنه. الجدعنه. انا مش معاكم. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. أهلا يا معلم، منور. هو ده كل اللي حصل يا سفروت. وأول ما سمعت جيت لك طيارة. طب أخويا تشكر يا عنتر. بالسلامة حبيبي. أنطر. إيه أنطر دي؟ أنطر أنطر. يا سلام. عنتر أهو. مش خسارة فيك يا عنتر. تشكر يا سفروت. أنطر بقى. الله. ما انت واخد حقك اهو. ده حقي. انا عايز حق القرع ولا مؤاخذه اللي هطرقه على المعلم جوه. يا سلام عليك. بسلام اخويا. العفو اخويا. جيت اقول لك على طول يا معلم. شاطر يا راجل، شاطر يا راجل. خد يا
انا ما يهمنيش الفلوس يا معلم، كل اللي يهمني رضاك عني يا معلم. طب روح وانا راضي عنك يا ولد. مش قصدي يا معلم، مش قصدي. الواد عنتر لسه لاسع مني جوز ديوك لزوم القرع يا معلم. حلحينك يا بسم الله الرحمن. انت مالك يا ود انت؟ كنت ولي عمري عشان تسألني؟ محلسها تمام. كانت مني كده محلسها محبة بس. يا اخوي يا حبك القضى المستعجل يا بعيد. انا نقطعك يا ابو نص لسان، يلا امشي من وشي. كده تباني سحلان مني. اتفلي. لا حقيقي سحلان مني، لان ما كنتش اكثر. مالك لعبة يا جدعان؟ حصل لك ده يا عوض؟ لا ما فيش يا معلم، ناموسه قلصتني. ما تتكلم عدل يا بصراحة يا معلم، أنا ببقى لابسة وادفع القش وأنا راكب البسكليتة. خلاص بسيطة، نشتري لك مرشيدس توزع بيها العيش. طيب كويس، بس أنا ببقى لابسة سوق. طابور من وشي، طابور جاتك البلد. ده يا اختي ما فيش. ايه؟ كنت بتفرج على ماتش كولا في التلفزيون، الكولا نطت جت في وشي حوالتني. يا اخويا بتتريق عليا. طلع عليكي هتتريق على ست الحسن. ما هو اصلها كده يعملوها النسوان وقع فيها الكلى. طب تعال، انا عارفه انك زعلان مني. انا هزحل منك ليه؟ بيني وبينك ايه؟ اي واحد محطلمه زي حالاتي كان هيعمل كده واكتر. طب تعال. بس ما كنتش تحلف يا ست تهمة؟ قولي يا عوض. يا حب. انت ليه بتمشي ورايا في كل حتة وبتراقبني؟ لا انا مش بمشي وراك، انت اللي بتمشي قدامي. صدفة. صدفة؟ وتنضرب عشاني برضو صدفة؟ لا انا ما انطلبتش بس، انا كمان انضلبت. اخد وقتي، مش اخد بس، كل ده عشان خاطر عم صابن، عشان بحبه. طب إذا كنت بتحبه بصحيح قولي.